أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بالصحف المحلية ونقرأ من صحيفة الأهرام: الرئيس خلال لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، موقف مصر تجاه السودان الشقيق ثابت وتربطنا وحدة المصير، منتخب اليد يستعد لمواجهة مقدونيا غدا، وثمان مباريات نارية في المونديال اليوم وتعقيم شامل للصلاة. من صحيفة الأخبار: توقيع اتفاق تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، الشركات المصرية تستكمل البنية التحتية والألمانية تورد العربات والجرارات، بعد غد صرف الدفعة الثانية بالمرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة التي كلف بها الرئيس لدعم العمالة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. نقرأ من صحيفة الشروق العناني: غدا سيتم إطلاق مبادرة شتى في مصر لترويج السياحة الداخلية. مستشار مفتي الجمهورية ووسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار الفتاوى الشاذة. التنمية المحلية: رفعنا درجة الاستعداد منذ شهر سبتمبر تحسبا لموسم الأمطار. من صحيفة اليوم السابع: التعليم تعلن انطلاق إجازة نصف العام الدراسي غدا وحتى 20 فبراير. اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء مسحة البي سي آر كل 24 ساعة لجميع الفرق. انطلاق ماراثون مصر الدولي من أمام معبد حتشبسوت بالأقصر. الأرصاد أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم، والصغرى بالقاهرة 11 درجة. ننتقل إلى الصحف العربية ونبدأ بصحيفة الشرق الأوسط: حملة أممية لوقف تصنيف جماعة الحوثي بالإرهابية وغضب يمني. البرلمان العراقي يبحث قانون الموازنة وسط استمرار الخلافات السياسية. التشاؤم يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة في لبنان. اقتصاديا: أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 94 مليون برميل يوميا. من صحيفة الدستور الأردنية نطالع: الملك عبد الله الثاني وولي العهد يتلقيان لقاح كورونا، وتسجيل أسماء اللاجئين على الأراضي الأردنية للحصول على اللقاح. اعتقالات بالضفة والقدس طالت 31 فلسطينيا، وعربدة المستوطنين تتواصل. طقوس تلمودية في الأقصى وإجبار مقدسي على هدم منزلي. من صحيفة عمان اليوم نقرأ: الاحتلال يوسع من ملاحقته لنشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية. العالم يشهد موجة جديدة من انتشار الفيروس، واجتماع لمنظمة الصحة حول السلالات المتحورة وخبراؤها يحققون في الصين. حريق يدمر منازل آلاف اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش. من صحيفة الرأي الكويتية نطالع: وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخرابة في المنطقة. ولافروف يصف مجلس التعاون الخليجي بأنه آلية إقليمية مهمة. كورونا يجبر وزير الصحة اللبناني على الدخول للمستشفى. وبومبيو يذكر بأن رئيس التيار الوطني الحر معاقب. نتحول إلى أبرز ما طلعتنا به الصحف العالمية، نستهلها بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: بايدن يكشف عن خطة لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي لمكافحة جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي. مجلس الشيوخ الأمريكي يخطط لمحاكمة ترامب، بينما الحزب الجمهوري يأخذ بعين الاعتبار مخاطر إدانته. في ممارسة غير مسبوقة، نواب مجلس الشيوخ يعملون على الاتفاق على المضي في مسار مزدوج لمحاكمة الرئيس المغادر مع الإعداد لتنصيب الرئيس المنتخب.
ونقرأ من واشنطن بوست الأمريكية العثور على عشرات الأشخاص المدرجين على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من مثير الشغب في هجوم الكابيتول في صفوف الشرطة والجيش الأمريكي. الديمقراطيون في مجلس النواب يأملون لمحاكمة ترامب من قبل الحزبين معا. خبراء يحذرون من تعثر توزيع اللقاح بسبب رفض مساعدي ترامب التشاور مع فريق بايدن. الغارديون البريطانية نشرت محاكمة عزل ترامب تنطوي على مخاطر التعثر وإبطاء جدول أعمال الرئيس المنتخب. الجمهوريون الذين أيدوا عزل ترامب يخشون على سلامتهم. البنتاغون ينشر قوات مسلحة قبل تنصيب بايدن. في غضون 24 ساعة زلزال إندونيسيا يسقط 26 قتيلا في جزيرة سولاويسي وفرار الآلاف إلى مناطق مرتفعة. من صحيفة إندبندنت البريطانية نطالع: مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يحذر من احتمال اندلاع احتجاجات قبل تنصيب بايدن. مايك بينس نائب ترامب يلتقي منفردا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية ويعد بتنصيب آمن. دراسة تحذر من انخفاض الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الثلث بسبب اتفاق بوريس جونسون التجاري لبريكزيت. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة البيان الإماراتية: بيع كتاب قصص مصور ب 2.2 مليون دولار، حيث تم عرض كتاب قصص مصور لشخصية باتمان الخيالية يعود لعام 1940 في مزاد أمريكي بأكثر من 2.2 مليون دولار. ذكرت دار المزاد في دالاس بأن البيع يسجل رقما قياسيا عالميا يتعلق بكتاب قصص مصور لباتمان، وكان أحد الهواة قد اشترى تلك النسخة ب$3,000 في هيوستن عام 1979، وكان سعرها الأصلي في عام 1940 10 سنتات فقط. صحيفة اليوم السابع نشرت دراسة بريطانية بعنوان: المتعافون من كورونا لديهم مناعة 5 أشهر. توصلت الدراسة البريطانية التي أجريت على العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا من المرجح أن يتمتعوا بمناعة ضده لمدة 5 أشهر على الأقل، لكن هناك أدلة على أن أولئك الذين لديهم أجسام مضادة قد لا يزالون قادرين على حمل ونشر الفيروس. وصلنا مشاهدينا إلى ختام جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.